أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات شياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رداك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين، يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كل أك بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور. وجهت كل أك بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور. كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أشدت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أشدت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أشدت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت السيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسيا من حمدا. قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحسيت من لم يهبدا. إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تحبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جهله مختارا. نعفو سلي وتسلم في أبد على الذي لك يخود من عبد. اكتب صلاة للجميل الأنبياء ورس بالتسليم واشكر كتبيا. نعت سلم وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة زناس العزيز صلاة زناس العزيم السمدي على النبي وآله والحمد. رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من حباني بمخجن هدى. أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني ظلما. لكل مؤمن وكل مؤمنة أصل بشارات لسف منا. مد لكل محسن ومحسنا على بشارات ترى مستحسنا. وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من متي يخلق يكني يا من يكون من لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور. يخود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تهاجي. نفيت إبليس بخيري أبدا في شرزا وكل من لم يحبدا. وجه لمن قد آمنوا وأسلموا
وعصموا الفجر من لم يسلموا كمن لأمة النبي صلى الله عليه بالتسليم رب جل إجابة تزعزع الأحداء إلى سواهم سرمدا وداء ناكم يا كريم يا مهيمن ليسجد وللذي يهيمن حفظ السلطمة خير مرسلين عن الذين كفروا بسلسلين قل لهم النصر عزيزا عاجلا وبشرا هما عاجلا وعاجلا قل ذوي الإيمان ما يزيد بكيا من هم مزيد أعلن ذوي اللسان عن ركوني إلى عداك ونسكوني على النبي ورسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من تحد للمنتخب ولا لوحسحب الكرام أصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا عنتني عن التمير ناجيتك اليوم وامسي راجيا ولي قديت دون شك حاجيا أصل لأمة النبي أحمد مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يسمن الكبار مع صغار ردهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنهم من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث في حاق زابروع أعطيت من الجميع دور سلبي ولتقول سؤل وقت طلبي لأوصل الذي أريد أنفعي بالورى يا مؤنيا المدفعي محوت خسر لي بالملتقى غت لي ما وده زوت خا حوت قصدر لي بالمنتخى غت لي ما وده زوت خا وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد إسالحين مجبا مدد لي مدد من لا يخفى عليه شيء يتلي بالأحفاء نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوءه دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نسير نشيت من بيتعلق الماء من الشياطين فشكري يسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء كرمني في موجي وبلدي وكرمني بأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كليتي در وفيدي وكفى نجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدان حمده حمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جلة العداء توجهت لغير الدر والمنى لموجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلحوا يا الذين ظلموني قبل نحن مدرتي كذاك القبل عن انتفى مدرتي والبلوى
فدل مغني لأخاد الحلواب له شكوريا إلى الجنات دار الغنى والأمن والمنات يذكر كل يبي الكتاب بلا معدات ولا عتاب ناجيت وتناجي التكريم ولم يزل بنا في كريم إليه وجهت هنا كتابا مع يقين وفادي تابا نسيتني فإنك النسير هوت غيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رددت لي في الذي أحببت لي وجالب أزاز مبتال أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدر في علا لوجهك الكريم أوش الفرجا للمؤمنين والتحق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أخرب والنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من أهى عن الأذى والترحى نحوت ما علي مر من بلاء يا من جميع قدمي تخفلا نجيه على المصطفى بعد صلاة ما سلام بهداه من خلا يسره به الذي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا نجاك عبدك خديم عبدك مترجيا إلى المنى من عندك فاذا الذين سعدوا بالخير أبا أمن لم يصعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنهيب وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادا بنار من لم يطيع أبادا شيخ الذين تركوا العبادة بنار من لم يطع أبادا شيخ الذين تركوا العبادة بنار من لم يطع أبادا تعيب من أراد الخدمة أبرامه وضيفه لم يدمى جزار من بارز ذر العرش بكى كل من أبقاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا امتنه من توبة الرعج زى ما سمه بطونهم سكن الخخارب والكل منهم من سديد شارب للمسلمين ولكل مسلم نور الذي أصاب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يحلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناهم توابل استلاب والكل بالبشر زم خلاب رجاؤهم محبهم وهم لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل أمام بارز العلي فمنسفل بالله آمنوا وأسلموا معها والتسنوا بوجه باخ خمها هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم وله الأزمان من يله أنفع حمد وشكور ذا خدمة بالمصطفى عبد الشكور فارق جملة يا مباهي لمن كفاني أزل النباحي أشكره وخاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدال سبحانه هو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كمير
نصيب من بلا يواجه الضرر على الذي به كفاني الحرر جزاء من جل عدل المثال لخال ما غاب عن الامثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة المطار ليس التخفى إلا على من بمكال يخفى للمصطفى وجدت ما خد سرفا بخيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فسخا وللإله كأس سعيدا ملكت ربي مالكي كنيتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول وخالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة دم برأني من عيب نصيب النبي صلى عليه بسلام مذنبي هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء هدى ونولى محمد صلى عليه بسلام محمد صلى عليه محمد صلى عليه محمد صلى الله عليه محمد محمد صلى الله عليه بالسلام وسيلتي له لي خاد الكلام فرخني الأكرم تفريخا يدوم بأنني قل وحب وخديم له كتابي ومحل أقدارا ولسانا هجر الخدارا أيتنا على الإداء فغلبوا ولسانا سأجري القلب نسيم باخ خاد لي ثوابا على الذي أرسني ثوابا على الذي طلب كوني الخديم له سلامة ذي البر الخديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخادم غاب عن المباهي رجاني العليم والقدير وجادني الواسع والكبير فرحني الجميل يهم النافه أغلاني الملك وهو الرافه ساح مكاره لمن قبل نحا مدرتي من يخوض المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا أجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه نفد كلمة خير العالمين أحمد علي تسيما كريم حمدا فرحت الخلب ونسيت يبا وبمكاره بخير زهبا يسر خير العالمين خلمي علي تسيما مزير العالمين للمصطفى وجهت مالي خاد نفا بلا قدرة فانخاد هو الشفيع وهو الشجاع به محاز المياه والأوجاع محمد صلى عليه الله في الخلال والسحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراني وبرداة خادني أغراني